قولي شو بدك يعني وربانة وبسرعة. سمو الأمير سليم رح من شوي على مقر الانكشاريين، بترجاك يا سلطانة تصرفي. بابا طالبة مساعدتك يا مصطفى. عن أي مساعدة عم تحكي سلطانة؟ سليم راح على موته، راح يشوف الانكشاريين، وأكيد وقت حيشوفوا حيصبوا غضبهم علي. الانكشاريين يا مصطفى بيسمعوا كلمتك، روحوا أنقذوا. بعرف ما راح تساوي هذا الشي كرمالي، بس ساوي كرمال أبوك وكرمال أخوك كمان. أنا الأمير سليم ابن جلالة السلطان سليمان المعظم، إذا حدا منكم بيأذيني ما رح ينفد أبداً من العقاب. الأمير مصطفى. يا فرحات أغا، كيف بتتجرأوا وبتتصرفوا هيك مع سمو الأمير؟ أعذرني سمو الأمير، بس رجال انجبروا على هذا التصرف. سمو الأمير سليم إجا على مقرنا ورفع سيفه بوشنا وتعامل معنا باحتقار. أخي أنا إجيت لهون بصفة نائب السلطان، وكان هدفي خبرهم أنه الإشاعات اللي طلعت بحق مولانا السلطان مو صحيحة، بس هن استغلوا فرصة تواجدي عندهم وحاولوا يخلصوا علي. أعوذ بالله. نحن لا تحاول توضح فرحات أغا، مين بيسترجي يرفع سيفه بوش أمير؟ سمو الأمير بالنسبة للإشاعات اللي طلعت وعبت الدولة، بعيوني شفت مولانا اليوم، الحمد لله هو لساته عايش وإن شاء الله بيتحسن.
وانتم مهمتكم الوحيده هي الحفاظ على النظام وحمايه اراضي الدوله. واذا حدا فكر او خطر بباله غير هيك رح اقطع راسه بنفسي. وما رح ارحم حدا. يعيش سمو الأمير مصطفى سلطاننا المستقبلي. الله ينور دربك وينصرك ويقوي سيفك. بس توصل على العرش لا تنسى شعبك اللي بيحبك. الغلط هو غلطك انت يا سليم، والشي اللي سويته مو مقبول. كيف بتروح لعندهم وبترفع سيفك؟ يلي تعرضت له انا اليوم من إهانة كان بسببك يا اخي. لو الانكشاريين مؤاخدين هالجرأة منك ما كانوا تهجموا علي وما قدروا يهددوني. لك بكفي يا سليم، حاجة تتهمون وتحملون المسؤولية. روح شوف الأول أخطائك. لو ما وصلت على الوقت كنت هلأ ميت ولساتك عم تتهمني. أنت بدل ما تهدي الوضع عم تشعل النار أكثر. شو اللي صار معكم مصطفى؟ خلي سليم يخبرك كل شي بالتفصيل. كيف صار السلطان هلأ؟ طمني. ارتفعت حرارته شوي بس هلأ صار أحسن. صحيح اللي سمعته يا سليم؟ الانكشاريين كانوا رح يقتلوك؟ كيف بيتجرؤوا يعملوا هيك؟ عم تسأل كيف؟ لك لأنه هنن بيعرفوا هلأ قديش أخي مصطفى قريب من العرش وأخدين القوة منه. مفكرين أنه ما رح يتعاقبوا على هالشي ومعتبرين حالهم عم يعملوا منيح، وأنه إذا أخي مصطفى استلم العرش رح يتكافئوا على عملتهم، وخاصة فرحات رح يترفع لمنصب أعلى، وأخي مصطفى وقتها رح يضحي فيني وأنت حتواجه نفس المصير. إن شاء الله. بخصوص الأمير سليم، أنا بشكرك على كل شيء عملته معه. برغم المشاكل الموجودة بيننا، اللي ساويته اليوم معه بيستحق التقدير، وما رح أنسى لك هالمعروف يا مصطفى. غريبة هالحياة يا سلطانة. كنت عم فكر لو نجح مخططك ومتت كان ابنك سليم هلأ ميت. مخطط شو هاد؟ أصلاً طبيعي إنك ما تعترفي، متوقع. صدق إنه هالقصة ما دخلني فيها. الله بيشهد إني ما فكرت لا بمخطط ولا بشي. وأنا طلبت إنه تجي على عاصمي لأنه مولانا السلطان كانت هاي رغبته، وبالفترة الأخيرة كان عم يهدس باسمك. أنا مو قادران صدقك. لا صدق، واللي صار معك أنا مالي علاقة فيه أبداً. سليم كان ممكن إنه ينقتل اليوم لو ما رحت وأنقذته أنت يا مصطفى. لهيك أنا بتشكرك. ما في داعي تتشكريني، هذا الحكي ماله لزوم. أنا ما سويت هذا الشيء لأنه أنت بدك، سويته لأنه سليم أخي. بعرف. يمكن مقدر لنا انه نجتمع هلا واقول لك هالحكي. مواضيع الماضي، قصدي الخلافات اللي صارت بيني وبينك، ما كنت بدي اياها يا مصطفى. بالحقيقه ما كان لي حريه الاختيار بنوب،
يمكن القدر هو المسؤول عن هالشي. ما فينا نلتقي حتى لو كان بدنا. انت رح تضلك بطرف وانا بطرف، وللأسف يا مصطفى استمرار حياة واحد منا رح تكون خطر كبير على التاني. شي محزن مو هيك؟ انت وانا يا مصطفى ما كنا تصارعنا بحالي واحدة بس، لو خلاك القدر واحد من ولادي وقتها كنا رح نكون بنفس الصف وما عشنا هالصراع. سلطانة. سلطانة. سمو الأمير. أهلا وسهلا هالدوران، كنا ناطرين جيتك. شوفي هالوضع اللي نحن فيه هلأ، الأيام السودة اللي عم نعيشها شكلها ما رح تخلص. إن شاء الله رح تخلص يا سلطانة، وحتشرق الشمس من جديد. مريم، كيف صحتك؟ مين الشمس يا سلطانة؟ مصطفى مو هيك؟ لأني بعرف إنه حضرتك مو زعلانة على مولانا السلطان. مريم، لا تتجاوزي حدودك. أنا متفهمة السلطانة ناحية دوران، بالنهاية هي عم تستنى هالشي من وقت طويل. بس انت يا امير والسلطانة فاطمة شو صاير لكم؟ لك يلي قدامكم السلطان سليمان سلطان الاقاليم السبعة وانتو بتحملوا نفس دمه، المفروض تتمنوا له الشفا مو تخططوا لمستقبلكم. عن اي مستقبل عم تحكي انت؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ مو هاد يلي ببالكم؟ انا عم اكذب شي؟ مو هاي المشاعر موجودة جواتكم؟ الكل عم ينادي باسمك يا مصطفى، عم يقولوا انك سلطان المستقبل بدون خجل وخوف من السلطان. بدهم اياك تستلم العرش وانت عم تسكت لهم لانه هالشي عاجبك وعلى مزاجك. خلصنا بقى مريم، حاسه هيام هي اللي واقفه قدامي. انت وامك بتعتبروا حالكم اصحاب هذا القصر وبتتهموا كل شخص ما بيفكر مثلكم وبتعتبروه عدوكم. إذا كنتي حابة تحاسبي حدا روحي حاسبي زوجك وحاسبي أمك كمان. حاولوا يقتلوا لمصطفى، عملوا له كمين وهو جاي لهون. متأكدة من هالشي؟ ولا إلى السلطان أبدي، نحن كبرنا تحت سقف واحد وبهداك الوقت ما كان حدا منكم موجود، وحبي لمولانا صادق وما فيه أي خداع، ومصطفى كمان هيك، ومو مضطرين نثبت هذا الشي لأي حدا، ومو مشكلة إذا ما صدقتي. في شغلة واحدة بس مصدقتها، وهي إنه مولانا رح يقوم بخير ورح يحاسبكم على كل يلي عم بتساووه. مريم خلص تركها تركها، حتى السلطانات أحياناً لازم يعرفوا حدودهم ويلتزموا فيها. عم بدعي لربي
أنه مولانا يستعيد عافيته بأقرب وقت. تعرف اتهام مريم اللي ما عم بيروح من بالي. معقول أنا أكون غلطت بشي بيزيد؟ أنت ما غلطت بشي يا أخي، بس وضع مولانا مأثر على الكل، وبسبب هالوضع مريم حكيت معك هيك. لا ما بظن، أكيد السلطانة هيام مأثرة عليها. أعذرني أخي، مو بقصدي حكيت هيك، أنا كنت عم قلك بشو حاسس. أنا بعرف شو بتقصد بكلامك هاد يا مصطفى، وعلى الأغلب أمي إلى علاقة، بس أكيد رح يجي يوم ومريم تعرف فيه مين بتكون أنت يا مصطفى. متمني يجي هاد اليوم. دستور حضرة سمو الأمير مصطفى. أهلين مصطفى. أهلين فيكي. كتير جرحني الحكي اللي سمعته منك يا مريم. بعرف إنه نفسيتك تعبانة، بس هذا الوضع علينا كلنا، والوقت هلأ مانو مناسب لحتى نفوت بنقاشات ما إلها داعي. بالعكس نحن لازم نتوحد. مستحيل إنه نتوحد، لأنه الإنكشاريين عم يدعموك، عم شوف سيوفهم مسلطة بكل لحظة على رقاب إخواتي يا سمو الأمير، وعم تطلب نتوحد؟ يعني أنا هلأ عدوك؟ لسنين عم نتصرف وكأنه هاي الأمور مانا موجودة، بس للأسف إجا الوقت وظهرت. أنت أخذت قرارك ومستحيل إنك تتراجع. إذا كان قصدك عن العرش فكلامك مزبوط، هذا حلم بالنسبة لإلي كأمير، وأنا عايش مشان حققه، هو سبب وجودي. سنين طويلة عم بتهيأ لأستلم العرش يلي هو من حقي أنا بس. كل شي صار واضح هلأ بالنسبة لأمي ورستم. أنت مفكر بكل شي وأخذ قرارك من زمان، بس شو مشان الباقي؟ شو رح تعمل فيهم؟ مو وقت هالحكي هاد يا مريم، لسه بكير عليه. بالعكس مو بكير، لأنه بيتعلق بحياة إخواتي وهنن إخواتي كمان. إذا بيوم استلمت العرش جيهانجير رح يكون معي، وبيزيد حيستلم ولاية ساروهان. على ما يبدو إنك مفكر ومخطط لكل شي وحاسب منيح كل واحد وين رح يكون وشو دوره. بخصوص هالموضوع يا مريم أنا حكيت مع أخواتي فيه. سليم شو رح يصير فيه؟ وين رح يكون موقعه؟ أكيد مو بالعاصمة، رح يحكم ولاية، وأكيد رح ضلني دايماً أحمي. طبعاً إذا ما حاول ياخد العرش بالقوة. هالوعود ممكن تقدر تخدع إخواتي فيها، بس أنت مستحيل تنفذها ورح تتراجع عنها، رح تغدر فيهم أنا متأكد. انتبهي لكلامك يا مريم، أنا ما بغدر بحدا أبداً، والله بيشهد أني صادق بكل كلمة سمعتيها مني. يا ريت فيني صدق هالكلام وأوثق إنه الوقت اللي رح تستلم فيه العرش ما رح يعني موتنا.
وكأنه اللي قدامي السلطانة هيام، حتى نفس النظرات. ما في فايدة بنوب، الحقيقة واضحة. رح تضلي مثل أمك. كان وضعنا صعب يا مولاي، ما قدرنا نعمل شي غير انه ندعي لك تقوم بالسلامة، بس الحمد والشكر لرب العالمين سمع دعائنا وتلطف فينا وتحسنت صحتك. بعرف هذا الشي يا هيام، كنت دائما حس بوجودكم جنبي. قلقنا عليك كتير يا مولانا، الله لا يحرمنا من وجودك معنا. تعذبنا كتير بمرضكم يا مولاي، وكأنه العالم انتهى بالنسبة إلنا. أخيراً هالعذاب انتهى، مو هيك يا مريم؟ والأيام السودة مرت، إن شاء الله أيامنا الجاية بتكون بيضة. لازم ننشر الخبر بكل أنحاء الدولة وتعم فيها الأفراح، ويعرف العدو والصديق إنه مولانا استعاد صحته وعافيته. مولانا السلطان حاكم الأقاليم السبع، فرحتي كبيرة بقومتكم بالسلامة يا مولاي. الله يطول بعمركم. سلطان الزمان وفاتح العالم جلالة السلطان سليمان المعظم. مولاي، أهلا وسهلا بحضرتكم بمقر الإنكشاريين. أنا وجنودي. حسب ما قالوا لي بالوقت اللي كنت فيه مرضان وعم واجه الموت، أنت ورجالك حطيتوني بالقبر قبل ما أموت، ورفعتوا سيوفكم بوجه سمو الأمير سليم وهجمتوا عليه. مزبوط؟ أعوذ بالله يا مولاي، بس اللي صار مثل ما شرحت لسمو الأمير مصطفى، أنه سمو الأمير سليمان
سلطان العالم وسلطان الأقاليم السبع والقارات الثلاث. يلي قدامكن هو سيد الأسياد السلطان سليمان خان، وانتو تتبعوني وبتطيعوا كلامي مثل كل الناس اللي عايشين بهالدولة العثمانية. لكن انتو جهلة، لك كيف بتتشرعوا ترفعوا سيوفكم بوش الأمير سليم؟ كيف؟ حاضر يا علم الغايب، اي شخص باراضي دولتي وخاضع لحكمي مين ما يكون بيتجرأ ويخالف قوانين دولتي راح يدفع روحه ثمن لجرأته. الأبناء انعكاس حقيقي لآبائهم، يحملون منهم آثاراً في روحهم، جيدة كانت أم سيئة، جميلة أم بشعة، صحيحة أم خاطئة، كلها آثار. أياً كانت، يكرهها أو يحبها أو يخافها أو تغضبه كثيراً من والده، من المؤكد أنه في يوم من الأيام ستظهر هذه الصفات، وعندما تظهر سيحطم ويدمر كل ما حوله، سيدمر كل شيء، سيدمر وينهي كل ما هو جميل وجيد بهذه الحياة. لن يبقى لديه ولاء ولا حب ولا رحمة. في النهاية الجميع يتحولون إلى الإنسان الذي يخافونه في حياتهم. كل ولد بهذا العالم يحمل والده بداخله، وكل مصطفى. أهلين فيكي بقصري يا مريم. شكرا كتير. سلطانة؟ مريم صدقيني وجودك عنا دخل السرور على قلوبنا. بعتقد هي أول مرة بتزورينا ما هيك؟ مزبوط، ومن هون ورايح بدي زور قصور إخواتي على طول. بعرفك على زوجتي مهرونيسا وأميري محمد، وأنت بتعرفيها لنرجس شاه. انبسطت أنه جبتي بنتك معك، فرصة لحتى يتعرفوا على بعض منيح. بينبسطوا سوا، وخاصة أنه بيحملوا نفس الدم مثلنا، ما هيك أخي؟ لازم يكون في محبة بين أفراد الأسرة الحاكمة وننسى كل الخلافات. إن شاء الله تكون عجبتك أماسيا. المدينة كتير حلوة، ومهرونيسا خانم وعدتني إنه تفرجيني على كل الشغلات الحلوة بالمدينة. مصطفى، أنا أجيت لهون لحتى أنهي الخلاف اللي بيناتنا يا أخي. تعرف
علاقتي بسليم وبيزيد كانت أحسن من علاقتنا، لأنه معرفتي فيك ما كانت منيحة، ولما بلشت أوعى أنت كنت خلص انتقلت عقصرك وقضيت طفولتي مع سليم وبيزيد، لهيك نحن قراب لبعض أكتر. بس قربي منهم ما بيتطلب إنه نكون أعداء يا أخي. يلي عم تحكي مزبوط، كل الخلافات اللي بيناتنا والمشاكل ما لها لزوم لأنه نحن منضل إخوات. معك حق، وقت شفتك آخر مرة افترقنا ونحن متزعلين، كانت أعصابي تعبانة ومو قادرة أفكر مزبوط. شو رأيك ننسى كل الخلاف اللي بيننا؟ لأنه شو ما صار نحن منضل إخوات، ما هيك؟ أنا نسيان كل شيء. نرجس صايرة صبية حلوة، شوف العمر كيف عم يركض، ومحمد كبران أكيد رح يطلع لأبوه قوي ومحبوب بين الناس. واضح أنه رح يكون أمير شجاع، بيحب يعرف عن كل شي حواليه، هو كتير فضولي. أدخل. سمو الأمير، سلطانة، شوفي وصلتكم أخبار جديدة؟ عن إذنك أختي، تفضل معي. شو الموضوع يا فهد؟ في أخبار إجتنا من العاصمة، الرئيس عم يقول إنه رستم باشا عم يعمل جهده مشان حملة الفرس يا سمو الأمير. ما عرفت شو هو هدفه؟ ما عندي معلومات، بس واضح كتير إنه عم يخطط لشي. أكيد في شي براس مولانا، لأنه مستحيل ياخد هيك قرار عن عبس. دولتنا من 4 سنوات وهي عايشة بأمان، شو سبب هاي الحملة وشو الشي اللي وراها ما حدا بيعرف. بعدين حدود العجم مسؤوليتنا، لازم إنه يخبرونا. حقق بالموضوع خليني أعرف شو القصة. هلا فيك تروح. بعتذر نطرتك. مو مشكلة، أنا أصلا كنت رايحة أحضر حالي لأنه مهرونيسة عزمتني لعندها. مهرونيسة كتير حبتك. أنت بخير؟ كأنه وشك مصفر. شو بده يكون فيني؟ أهلاً بابني البطل. حضرة معالي الشاه طهماز حاكم مماليك الفرس، وفقاً لما وصلني من أخبار فإن السلطان سليمان المعظم ينوي القيام بحملة جديدة ضد بلادكم عما قريب. أنا أعلم أن هذا القرار هو قرار خاطئ جداً، حيث أنه لا يليق بحاكم العالم أن يؤجج الخلاف بين السلالتين، لكن للأسف فإن صحة السلطان سليمان في تراجع مستمر، واضح جدا بأنه لا يتخذ القرارات الصائبة. أرغب بالاستيلاء على العرش وأنوي إبعاد والد السلطان عن وظائف دولتنا العليا ونفيه إلى ديمتوكا، ومن خلال الدعم الذي ستقدمونه لي أنا واثق جدا من نجاحي.
وأرجو من الله أن لا ترد اليد التي أنا أمدها لكم. صديقكم السلطان مصطفى. شو رأيكم يا سلطانة؟ كتير منيح يا رستم. إن شاء الله طهماز وقت يستلم هالمكتوب رح يصدق إنه من مصطفى ويرد علي. كوني واثقة يا سلطانة، لأن السلطانة مريم قامت بمهمة عظيمة كتير. هذا المكتوب وجواب شاه الفرس طهماز رح يجيبوا أجره للأمير مصطفى.